مرحبا بكم في قناة رؤية، الشبكة برامجية متنوعة بزاف تسنى فيكم. كل فريق نشارك فيها بالجهود والمعدات اللازمة من أجل محتوى يليق بكم. تابعونا على قناة فيزيون لأوقات خفيفة وظريفة، حكاية وتجارب من الواقع والكثير من الدروس والعبر تنتظركم عبر قناتكم رؤية تيفي. سلام، معكم سارة صحفية من قناة رؤية، قناة اللي راح تجيبكم العديد من البرامج المتنوعة، تابعونا. أخبار الوطن، فن، ثقافة، رياضة ومجتمع، كل ذلك وأكثر على قناتكم رؤية، تابعونا. بمثل هذه البرامج الترفيهية والباقة الجميلة تشاهدون على قناة رؤية، تابعونا. مرحبا بكم متتابعينا وين ما كنتوا. كنتوا شفتوني في دقيقة مع سارة، خفيفة وظريفة تجيكم كل يوم. اليوم رانا مع سويعة مع سارة، تجيكم مرة في الأسبوع. كوت سمير بن عيسى مرحبا بك. صباح الخير سارة، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة هذه. كوت سمير بن عيسى، حنا الموضوع تاعنا تاع اليوم حيكون على فقدان الوزن. وفيت سارة ديجا بون لا ريفليكسيون، هذه التفكير هذا خاطئ. صح. دونك تاع نبدا غدوة غير غدوة. يعني يقولوا كوتش شنو هو السر لانقاص الوزن؟ ما كاينش سر، كاين كاينه لا فولونتي. وشنو صار ما تنسيش حاجه، كيما كاين تراكمات تديك للنجاح كاين تراكمات تديك للفشل. يقولوا بلي دراهم وسخ الدنيا، بصح يقولوا ثاني بلي يديروا طريق في البحر. مسوق الكتروني وصانع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، يعني بالمختصر مفيدتهم كاع. الله يبارك ما شاء الله عليك. شوف، كان عندي احلام وكان عندي اهداف، الحمد لله حققتهم بفضل الله وبفضل المال. راك تحبط في الشباب المحتوى تاعك. علاه؟ هذا راجل قال لك اخر بيحفظك اللي ما يسعاش ما ينجحش، وانت سعيد ونجحت. الحمد لله. الانسان اذا فقد يماه يحس روحه فقد الحياه بجمالها وبالوانها الزاهيه، تولي نواغي بلون، ما يشوف والو، يشوف كلش اسود وابيض. لكن الحياه تمشي وتستمر رغم الالام ورغم المعاناه. هيطولي وقالوا لارواحي يماك توفات. موتك خير من حياتك، مصطلحات منتشره في المجتمعات بكثره تقهر نفسيه الناس. ما تنساوش تلقاونا على فيزيون تيفي.